مرحبا، معكم أستاذ راني أحمد. هذا الدرس السادس بدروس البرمجة بلغة سي بلس بلس. بهذا الدرس رح نحكي أكثر عن الإف ستيتمنت، أوكي، عن جملة إف، الجملة الشرطية، مع كومبايننج كونديشنز. كومبايننج يعني تركيب أو تجميع الشروط، أوكي، الكونديشن يعني الشرط. ف خلينا نشوف شو البرنامج اللي أنا عملته. البرنامج اللي عملته عبارة إنه المستخدم أول ما بفوت، خليني اشرح، افرجكم اياه اشوف عندكم بكون احسن. هاي عملنا تعمير، وهاي هذا. هلا بقول لي دخل اول رقم، اوكي، حتى او دخل رقمين مشان نعمل عليه عملية حسابية، من على حسابية العمليات الاربعة. فاذا مثلا دخل 50، اوكي، دخل 20، تمام. هلا بيطلع له قائمة بالعمليات الحسابية، فبقول له اختار حرف العملية الحسابية، الرمز تبعها زائد أو ناقص أو ضرب أو طرح. فإذا راح أخذ الزائد، أوكي، فبقول لك الريزلت از 70، وبتعطيه تعليق من عنده إنه يور أوكي، أنت كتير منيح، أنت بوضع جيد. أوكي، هلا هاي كيف بناء على النتيجة اللي طالعة هون. أوكي، يعني أظن البرنامج واضح. وإذا مثلا خلينا ناخذ التشغيل الثاني، إذا مثلا قلنا ناقص 50، أوكي، وصفر، وجمعنا، أوكي، you are in a bad situation، أوكي، وفي حالة ما بيطلع فيها التعليق لأنه مش حاطط لوحدة يعني. أوكي، طيب هلا بنشوف شو هي وإحنا عم نقرأ الكود. هلا زي العادة، زي أي برنامج طبعا، بلشوا بالاي او ستريم والسي مات ان عايز تكتبها مش مشكلة. في انا دائما صرت عم حطها لانه اذا عايز شيء يدعم الحسابات، اي شغلة بدي اياها ببالي بحطها حسب ما ضلني ادور عليها واكتبها. طيب هلا هذا اول رقم، هذا ثاني رقم، بعدين عم نكتب الجملة انه دخل رقمين حتى يشتغل عليهم. بيقرا، بكتب لي كمان انه الرقم الاول شو هو. لاحظ انه دائما انا شو عم بعمل، بكتب السطر تبع الرقم الاول اللي بدي اقول له، عم علم له هون زي ما بعمل وين هون، شايفين كيف بعلم هون الرقم، شايفين، وما بعمل كسره يعني، ما بخليش السطر الادخال ينزل تحت منه، لا بيجي حد منه، مش هيك، ما بحط وراها سلاش ان او نيو لاين، اوكي، الاند لاين يعني، ما بحط لا هذا الحرف ولا بحط الاند ال هون، تمام. هلا عشان تبين ارتب يعني، هي المقصود منها هي. طيب هلا طبعا عم بعمل هون بهدول السطرين يقرا الارقام اللي انا بدي ادخلها، هني هالرقمين. طيب طلع كيف القائمه انا مركبها كلياتها بجمله سي اوت وحده، شوف من هون الاخر كله بجمله سي اوت وحده، وفيش هو ولا اند ال. اذا بتطلع في القائمه كيف مبينه، اوكي، لاحظوا كيف. طبعا هون انا قصادي عامل سلاش تي مشان تبين، لانه عندي زي هون بغطي التسجيل، اوكي، فعندي شي خط هون بغطي التسجيل، شايفين الاو هون مش مبينه مع اوراكل. طيب ف القائمة هي كلياتها بجملة واحدة، وهون بعد الديفيجن، بعد كلمة ديفيجن نزل اند ال، عشان بعمل كله سلاش ان وسلاش تي، اوكي، بتعرف سلاش تي لازم تضل نزيحة عشان تبين الجملة تحت التسجيل، تمام. فانتو بس اعتبروا بيناتنا انه هي بس سلاش ان، كويس، عندك على الكمبيوتر مش ضروري تحط سلاش تي هاي. فبتطلع معي القائمة زي ما انتو شفتوها كلياتها بشو، سطر واحد سي اوت، تمام. طبعا عم زيح شوي سلاش تي، وعم بكتب له انه اختار ال حرف او رمز العملية الحسابية اللي بدي اعملها. هلا ما دام عم دخل رمز وحرف، اذا النوع اللي راح استخدمه هو تشار مش نمبر، اوكي. فطبعا سميت الحرف هذا اوبريشن، عملية حسابية، اوكي، او عملية يعني. ف وشو عملت بعد ما قراه، هون عم بيقرا، تمام،
عم بيجي بقول له انا هون دغري سي اوت الريزلت هي فلان، بس اطلع تحت شو صاير عندي، حطيت النتيجه شو ريزلت، انا شو جامع هون اثنين انتجر. اوكي هذا مسموح، ليش؟ لانه الانتجر الرقم الصحيح هو شو، هو مجموعه جزئيه من شو، من الدبل. اوكي من الارقام الكبيره الفواصل. طيب هلا العمليات الحسابية مثل ما شايفين كلها عم نحطها لأنه حرف واحد، فبنحطهم شو بسنجل كوت، بحرف اقتباس فاصلة واحدة، يكون مش اثنين اقتباس مزدوج زي هاي. اوكي طيب، وعم بعمل هون بالنسبة للريزلت عم بحطه وبهيئه يكون صفر، بعدين هو بقلب النتيجة عم بتعدل. فإذا اذا كان انا اخترت زائد او ناقص او اسمه عم بيطلع لي النتيجه. تمام، النتيجه كيف عم بجيب؟ عم بجيب الرقم الاول مع الرقم الثاني، بيعمل عمليه حسابيه وبحطها بريزلت. انا هون ما عملت سي اوت مباشره، كويس؟ لاحظوا هون الجمل لانه كلياتها زي ما بقول بالانجليزي ميوتشوالي اكسكلوسيف، يعني كل وحده قاعده لحالها، ما يعني على رأي سيد صالح العجل في ناحية والكنب في ناحية، ما حداش سبب ده شو لما تخبط السيارة، فهيك بدأت تقول. كل حاجة سليمة بس لوحدها يعني، كويس. فهي هيك العملية هون، انه الجمل هاي كلياتها ما خاصة ببعض. اوكي فاللي بفوت فيها واللي اخترتها هي اللي حتتنفذ والباقي راح يتجاهله. تمام، وشوفوا كيف انه انا كتبت هون الريزلت از، ما كتبت كسره، ما حطيت كسره سطر، لكن دغري عملت سي اوت وحطيت ورا منها الريزلت، كانهم شو جمعناهم، هذا اللي بدي اوصل له. تمام، كانوا جمعنا الجملتين بس بشكل وهمي، يعني المستخدم ما راح يعرف انه هن جايين بالكود جملتين ورا بعض وجاي بالنص بيناتهم هالجمل الشرطيه. وبعدين كمان بس نعمل هاي الحركة، شايفين كيف كل شيء عم نحطه وين؟ بريزلت، عم نأجل الطباعة، فهذا عم بيروح بالذاكرة. تمام، انتبهوا لهم هالنقط كمان، يعني إن صادفت إنه بدك تعمل شيء وبدكش تظهره غير للآخر، يعني طول الوقت حيكون محفوظ في الذاكرة في المتغيرات اللي حتستعملها. تمام، هلا كيف، طبعا احنا عم نحكي عن تجميع الشروط. هون عم بقول اذا الريزلت، اذا النتيجه ريزلت يعني النتيجه، اذا الريزلت اكبر او بيساوي 50 وهذا حرف العطف الواو، كويس، بتحط 2 امبرزان اللي هو بتكبس شيفت مع الرقم 7 بالارقام اللي جايين بالعرض من فوق بالكيبورد، كويس، وهاي حرف العطف الاو، اوكي الاور بالانجليزي، كويس. فاذا هاي الاند وهيدي الاور، بس لما نقول if result is greater than or equal to 50، اذا كان النتيجة اكبر او تساوي 50 و النتيجة result is less than or equal to 80، بتكون اقل او بتساوي 80، اوكي اطبع يور اوكي. لاحظوا كيف كاتب انا you are okay، ما كتبت you are، حطيت الابوستروف هون بس الفاصلة هاي، هاي دائما بدك تعمل الاسكيب بالسي مجبور، كويس. وين ما تروح حتى تقريبا حط ببالك شيء زي اكس ام ال، زي اي لغات تانية، حط ببالك انه الا ما يصير يطلب منك بالشيل سكريبتنج مثلا هون بالبي اتش بي، كل هاي اللغات اللي تقريبا جاي منبثقه من السي ومن السي بلس بلس، حيطلبوا منك انك تحط ابوستروف وتحط له اسكيب، كويس، تحط له علامه فروق الشرطه المائله، كويس. فان علقت اعرف انه ممكن شي يوم تعلق في هاي الابوستروف وانت عم تطلع. اوكي طيب، هاي واحد من الشغلات، وهذا اذا كان اثنيناتهم شو عم بتقول، اذا واحدة اصغر من 50 مباشرة يعني 49 واقل، طبعا هذا دبل فبياخد مثلا اللي قلب شحطة كويس من 50، اوكي، او اكبر من 100. تمام، فبتكتب له انت بحاله سيئه، you are in a bad situation. طيب
هلا كمان الحالة اللي بتطلع معي هي لما مثلا شايفين هون لما تصير 100، اوكي على القد، لانه ال50 يساوي مسموحة بس ال100 على القد مش مسموحة، اوكي. فيعني حسبوها براسكم تفهموا شو عم بقولكم، انه هاي الحالة اللي هي ما راح تشوفوا هاي لا هاي الجملة ولا هاي الجملة، تمام. هلا يبقى عندي انه اقولكم انه العملية مش واقفة، والله انا بجمع بس اثنين، في نجمع ما بدي، كويس. شوفوا كيف عم حط اقواس، هدول مع بعض، خلينا نضويهم بالاخضر، هدول مع بعض شايفينهم، بس هاي مع هاي، هاي مع هاي، اوكي، وهاي كلها ليلة، تمام. وهاي هون وهاي دي كمان جوانية هون، شايفين كيف، وهاي هون، ولاحظ كيف هون حاطط اند وحاطط هون بالنص بين هدول اور، كويس، حرف عطف واو وحرف عطف الاو. فالشغلة مش واقفة، يعني مثل عملية الحسابين، كيف مثلا انا بجمع مثلا قول 3 زائد 5 ضرب 1 مثلا، وبجي بجيب هاي كلياتها وبنقص منها هيك، يعني بفوت فوتات، فبدخل دخلات كبيرة يعني بالأقواس. ففيني أعمل ما بدي فيهم هول، أعمل كومبينيشن قد ما بدي من الأقواس وعلى حسب حاجتي، تمام. وكمان فينا ندخلهم بإف ستيتمنت، وين ما في إف ستيتمنت بستعملهم فيهم هول. وفيك تدخل إف ستيتمنت زي ما حكيت مرة داخل بين أكولي، وتفوت وتعمل أنت الجملة اللي بدك إياها حسب حاجتك، تمام. هلا هذا المثل راح نتركه للدرس اللي بعده. هلا انا بالنسبه للكتاب اللي زي ما انا ماشي، انا تقريبا خلصت الدرس الاول، بس انا الدرس الثالث راح، يعني الفصل الثالث من الكتاب راح افشقه لبعدين، ناجله شوي لبعدين، وبعدين راح نحكي اكثر بالكنترول ستيتمنتس لحد ما اخلص الدرس تقريبا الثامن، اوكي، لاهميتهم هول قبل ما نحكي بدرس الكلاسز، لانه درس الكلاسز له لحاله تفصيل كبير، كويس، ودائما بالجامعات هيك نحن بنتعلمه. وارجو تكبسوا سبسكرايب، تكبسوا على زر المشاركه عشان تقدر تحصل على تحديثات جديده، كويس، من دروسي، كل شيء جديد جاي من عندي، والسلام.